كشفت جريدة الشرق الأوسط عن تفاصيل تثبت تورط نظام الدوحة في إشعال الثورة الليبية ضد نظام القذافي ودورها في تسليح الميليشيات المتطرفة هناك، وذلك نقلا عن مسؤولين في النظام الليبي السابق ومقربين منه. وقد أظهر التحقيق تفاصيل الصفقة الأخيرة بين ليبيا وقطر التي كانت السبب وراء التحرك القطري الميداني وتقديم الدعم المادي والإعلامي للميليشيات المسلحة. احنا الحين نفتح مبنى السفارة الإلكترونية في طرابلس في أول أيام التحرير، ودخلنا من ضمن مجموعة زنتان. احنا الآن في قلب طرابلس في مبنى السفارة الإلكترونية. قائد القوات الخاصة القطرية حمد عبد الله المري المدرج على قائمة الإرهاب يتبجح أمام الكاميرا في مشهد يعتبره انتصارا له وللميليشيات الليبية المسلحة والمدعومة قطرية، مشهد لن يغيب عن أذهان الليبيين، تم تصويره إبان الثورة الليبية. لكن ما سبب كل هذا الحماس القطري للإطاحة بالنظام الليبي السابق؟ جواب هذا السؤال كشفته صحيفة الشرق الأوسط على لسان مسؤولين في النظام الليبي السابق، ولعل هذا الكشف يوضح حماس النظام القطري واستماتته للتوغل في الداخل الليبي وإطاحة نظامه. وإليكم تفاصيل الصفقة الأخيرة بين ليبيا وقطر. في صيف عام 2010 وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر عراب الفوضى يزور ليبيا للقاء سيف الإسلام القذافي وعدد من المسؤولين للتعبير عن غضبه، ومتهما ليبيا أنها لم تفي بتعهداتها، ويقصد بذلك أن النظام الليبي لم يلتزم بالصفقة الأخيرة والتي يعتبرها القطريون السبيل قبل الأخير من أجل التوغل في ليبيا، لكن التوجس الليبي كان حاضرا تجاه النوايا القطرية. ولكن ما هي تلك الصفقة المشؤومة؟ بالنظر للتفاصيل المنقولة عن لسان المسؤولين الليبيين نجد إجابة واضحة للنوايا القطرية المبيتة. كان الرأس المدبر حمد بن جاسم يتحين الفرص لكسب الليبيين، وأقدم نظام الدوحة بتقديم 900 مليون دولار للمساعدة في حل خلافات دولية كانت ليبيا طرفا فيها، ومنها 400 مليون دولار لصندوق ضحايا الإيدز، و500 مليون دولار للاتفاق الليبي الشامل مع الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى غلق كل القضايا التي تخص ليبيا في الخارج. كل هذا الدعم القطري مقابل أن تحصل الدوحة على موافقة لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة وأن تشتري أصولا بثمن بخس، ومن تلك المشاريع مشروع المصرف الليبي القطري وشراء أراض إلى جانب حقول الغاز في حوض غدامس وغيرها الكثير. إلا أن الحكومة الليبية رفضت هذا الابتزاز القطري رفضا قاطعا، إلى جانب توجسها من هذا التموضع القطري في الأراضي الليبية. وبعدين صار اختلاف في آخر الموضوع، في آخر الموضوع، وإحنا قمنا بدور بعد ذلك. وبعد الرفض الليبي قرر النظام في قطر أن يطيح بالنظام الليبي الحاكم. قطر تجند الجزيرة، والجزيرة تحرض وتبث أخبارا كاذبة وتقول إن النظام الليبي يقصف أحياء سكنية. طرابلس تعج بمرتزقة القذافي، المرتزقة يغتصبون النساء، القذافي يسرق المليارات. وبعد تحريض الجزيرة الشعب يثور أكثر فأكثر. قطر ترسل السلاح، قطر تسلح المتطرفين، قطر ترسل جيشها للانضمام للميليشيات وتقود المعركة. الميليشيات تعثر على القذافي وتقوم بقتله. هذا ما حدث قبل سنوات، لكن مسؤولين ليبيين وبما فيهم عسكريون أكدوا أن التدخل القطري في ليبيا ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. وقد كشفت مؤخرا قيادة الجيش الليبي أدلة ووثائق تؤكد تورط قطر رسميا في دعم الجماعات الإرهابية وتمويل العمليات المسلحة في ليبيا. ولعل هذا التدخل القطري السافر وما أسفر عن ضرب عملية التحول الديمقراطي، وهو ما أسفر أيضا عن مقتل المئات وتدمير المنشآت وضياع المكتسبات، وخسائر ليبيا في ازدياد ولن تتوقف إلا بتوقف نظام الدوحة عن إمداد ودعم ميليشياته في ليبيا.